هذه الكاسات عليها حروف مرة حلوة. أبغى أخذ لماما والأختي، هاخد S لأختي و H لماما، حط لها هي غرفة الضيوف. مرة أشياء ريد تاج بصراحة مرة تطورت، مرة صارت تعجبني. شوفين عندهم دا مرة كيوت، حط فيه معمول أو حاجة زي كذا. شوفوا هنا عندهم هذه مرة تجنن ما شاء الله، الصواني البايركس تدخل الفرن. لارا بتزعج أختها، اشتريت زيها المرة اللي فاتت. جيت اليوم اكمل هذا، اخذ كمان اثنين، ماني عارفة اخذ اثنين ولا اخذ كمان، يعني اخليه ست في اربعة ولا ست في ستة. مرة حلو كذا يجي شفاف زي ده، حلو للايست كوفي وكذا. كم الاشياء اللي اخذتها من ريد تاج، اول شوف اخذت الكوب كحلي، عجبني لونه مرة كذا كحلي، وبرضو في زيه صحن، في كده صحن كمان طويل، وفي براد. من الأشياء اللي أخذتها هذه الصواني، مرة لونها مرة 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 ما شاء الله حلو أصفر. أخذ حجمين. وآخر حاجة أخذتها هي هذه، صار عندي أربع حبات. شكلي لو رحت مرة ثالثة راح أشتري كمان كاستين إن شاء الله، كل ما أروح أزود، أو ممكن حاخد لا والله أربعة ممكن كمان. بصراحة سعرها مرة حلو، كيف مرة حلوين ما شاء الله للايست كوفي. انا حب الايست كوفي فخلاص اسوي فيه. تخيلوا انا قاعدة اصور، الكاميرا طاحت من الستاند على الارض في المطبخ وانكسر اللينس، اتوقع انها اتكسرت ولا ايش حصل فيها، في صوت بيخرج منها، وتاني شي صارت ما تشتغل. انا في غرفة الضيوف جهزت هذه الاشياء، هذه الستارة حقت الحمام الله يكرمكم، هنا اشياء الحمام، برضو هذا الصابون اليد حق الحمام الله يكرمكم، برضو هذه الفرشة. طبعا الفرشة هذه والستاري اشتريتها مرة من زمان بصراحة، انا مشتريتها ومستني الضيوف يجوني، فاشتريتها من H&M هوم، مرة شكلها كيوت. واشتريت هذه الكاسات اللي من ريد تاج لأختي والماما، وراح احط لهم برضو زي ما قلت لكم شامبو. هنا عملت لهم الباسكت هذا، وراح احط برضو هذه، وراح احط لهم هنا منشفة، واحط لهم الشامبو، واحط لهم في مزيل مكياج كمان، هذا مزيل مكياج وقطن. ايش كمان راح اشوف ايش احط زيادة. اخر خطوة برضو من الأشياء اللي تحطوها في الباسكت حق الضيوف، حطوا لهم فرشة أسنان، بعض الأحيان يكونوا ناسين فرش الأسنان حقتهم، حطوا لهم برضو معجون، راح أحطهم برضو. هنا في حمام الضيوف خلاص الستارة راكبة وكل حاجة جاهز، بس حطوا لهم مناديل كده. حط السرعة في ده الإطار من أيكيا، وأنا طبعت الصور أخذتها من بينترست. آخر حاجة فرشة ومعجون وصابون، خلاص تقريبا كده كل شيء جاهز. شوف الستارة حلوة، من الأشياء اللي مرة مهمة لما يجيكم ضيوف، حتى لما يجيكم صحباتكم وزي كذا، يعني مو شرط ضيوف انهم يباتوا، انهم تحطوا لهم كذا الواي فاي باسورد، كلمة السر حقت الانترنت، عشان خلاص يصير طبيعي انه الناس حيسألوكم عن الواي فاي، فخلاص يكون كذا جاهز مجهز ليهم. انا كان في صورتي انا وزوجي، بس غيرت الصورة وبدلتها وحطيت هذه، لما يمشوا الضيوف خلاص اقوم ارجع الصورة حقتنا واسيب الصورة دي ورا، او تقدروا تخلوا الاطار زي ما هو كذا وقت ما يجوكم الضيوف تخرجوا. حطيتها هنا كده فازة مرة كبيرة، لأنها لما راح تتفتح
مرة راح تاخذ مساحة كبيرة، فأتوقع إنها بكرة حتبدأ تتفتح كلها. مرة ما شاء الله حلوة، مرة أحب الليلز. ده البراند من الجبن، مرة كويس. صغيرة المرايات، مرة ما شاء الله شكلها يجنن جيك. طبعا عبد الرحمن لما ركبها ركب لي هي شوية مايلة على جهة اليسار، المفروض شوية تكون على جهة اليمين، يعني تكون كده أكتر كده. أبونا قاعد أعزف في البيانو تحت وأنا بصور. المهم فكده تجي 3 حبات، الحبة تقريبا كان سعرها 25، شفتها في الحقيقة في المحل، بعدين قررت إني أروح وأشتري زيها من الويب سايت، لأنه في الويب سايت في تخفيضات، في المحل ما في، ما أعرف ليش.
حوريكم اخر حاجه اللي هو ده السبت. من اول انا بدور على حاجه احط فيها البصل والبطاطس كده، يعني يكون شكلها مره مرتب وتشيل كميه. كنت حطتها كده في الرف اللي جنب الميكروويف كده، بس كان شكله مره بشع بصراحه. فلما شفت السبت مرة عجبني. السبت كان مرسوم على العلبة انه حق الله يكرمكم حمام محطوط فيه مناشف وزي كده، بس انا عجبني استعمله في دل يعني في المطبخ، حسيته مناسب مع مطبخي، لونه اسود كده الاكسسوري السوداء وكده، فحسيته مرة مناسب وشكله مرة مرتب. بس حطيت فيه كده منديل، ممكن بعدين راح اشتري كده زي المنشفة او حاجة كده شكلها يكون مرة مرتب واحطه، او مثلا ورق، الورق ده لونه بني احطه برضو لانه الفتحات مرة كبيرة فممكن يخرج منها القشور والبصل والى اخره. بس حاليا المنديل يفي بالغرض، شكله مرة ما شاء الله مرتب، مرة عجبني، مرة مبسوطة فيه. هنا عندنا ما عندي يعني حاجة معينة احطها فيه، فبس كده حاطة فيه دي المكرونة.